متابعينا الكرام، أصدقاء وكالة رم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تداعيات وأحداث كثيرة تمر على الوطن في هذه الأيام، يعني من الحديث عن كورونا والمستجدات وما يتعلق به في الشؤون القانونية وغير ذلك، مرورا بموضوع الانتخابات وحسم الجدل حول الانتخابات المقبلة وصورتها المتوقعة، إلى التبجح الإسرائيلي وتبجح قوات الاحتلال في الحديث عن ضم أراضي في الضفة الغربية وعن وغور الأردن وغيرها من هذه الأحداث العديدة. للحديث أكثر عن هذه الأحداث والتداعيات نستضيف اليوم سعادة النائب صالح العرموطي. سعادتك، بداية طمنا عنك وكيف قضيت الحجر وكيف الأيام، كيف شايف النموذج الأردني الرائع في التعامل مع أزمة كورونا؟ أشكرك يا سيدي. الحقيقة أنا تعاملت معه، يعني بقيت في البيت طول الوقت، يعني حتى لا يسجل علي أي موقف، وتعاونت مع الإعلام والصحافة ومذكرات الخطية ومخاطبة الجهات الرسمية فيما يتعلق بكل ما يتعلق بشؤون الوطن. شو بتقول لك يعني؟ وشوف، أنا مش متعود على البقاء في البيت، متعود على الحركة أكيد والبقاء في الوقت والعمل، فهذه إلزامية من شأني أني يعني بين ذكر الله سبحانه وتعالى وحفظ القرآن الكريم، فهذه الحمد لله رصيدي. الحقيقة الجائحة ربنا أكرمنا في هذا البلد أن الدولة الأردنية، ولا أقول فقط الحكومة الأردنية، أن الدولة الأردنية بكافة أطيافها وبكافة مؤسساتها وشعبها الطيب المعطاء سجلوا موقف للتاريخ ولم يسبقنا فيه أي موقف. أنا بقولها وعلى رؤوس الأشهاد أن الأردن سجل موقف في مواجهة فيروس الكورونا برجولة وشهامة، وحافظ على كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان. لكثير من الدول الأوروبية التي تتغنى بحقوق الإنسان لم تحافظ عليها، ولذلك تغنينا في هذا الموقف وسجلنا يعني دفاعا عن مواطننا وحياته وكرامته، ولذلك تغنى العالم العربي والأوروبي بموقف الأردن، واختير الأردن أن يكون يعني سباقا في الخبرة وأداء العمل. هذا جانب. الجانب الآخر، لكننا بالمقابل أغفلنا أمر مهم ولم تكتمل الفرحة بالملف الاقتصادي الذي أعتقد أن الحكومة قد أخفقت فيه إخفاقا ولم تعطيه الأولوية، خاصة أن معظم الوزراء غير مختصين ولم يقدموا اقتراحات بدائل لحل الأزمة اللي الآن أصبحت الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 108%، وهذا مؤشر خطير، لأنه الأصل أن لا يتجاوز 75% كما وعدتنا الحكومات السابقة وهذه الحكومة. فعندما يتجاوز هذا المبلغ الاقتراض، نسبة الاقتراض على سبيل المثال من صندوق الاستثمار تقريبا بين 5.7 مليون و6 مليار، فهذا مبلغ خطير جدا لنأخذ سندات. فإذا ما تحقق هذا المبلغ وعجز الدولة عن سداده بيصير مؤشر خطير لاقتصاد بلدنا. المواطن العادي مسكين المغلوب على أمره، الطبقة العاملة، أوامر الدفاع اللي صدرت متناقضة وتم التعديل عليها وتدخلوا في أمور تشريعية، يعني نحن في غنى عن ندخل في أمور. هم أمر الدفاع يوقف العمل بالقوانين لكن لا ينشئ قوانين ولا يعدل بالقوانين. هذا الأمر الحقيقة لابد أن يكون لنا موقف، وأنا أدعو أن تكون الحكومة أن تتبنى مجلس اقتصادي تدعو لجان متخصصة بالاقتصاد لحصر الخسائر اللي حصلت، وأن تعقد مؤتمر وطني تناقش في الأزمة الاقتصادية بصورة من ضوء الباع الطويل والخبرة، وأن تشارك المؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والبرلمان. لا يجوز أن تحتكر الحكومة كل هذه الأمور بيدها، بل لا بد أن تكون تغطي جميع القطاعات، لأنه شعبنا معطاء يعني ضحى وصبر بدون أوامر دفاع. وإن شاء الله بيجي اليوم أخي العزيز إنه أنتم بتحسبوننا برم باليوم قاعد، أنا كل يوم بلد على رم وبلاقيها قاعد بتحسب 110 111 107 يعني اليوم ما ظلش. فهذه الأمور إن شاء الله إنه إحنا نسيطر عليها، وهذا وطننا، وأنا بشيد بشعبنا البطل اللي صبر وصابر بدون أوامر دفاع. وأنا أتمنى اليوم يجي علينا
انه يلغى قانون الدفاع، واذا كان الغايه من مواجهه الوباء فلدينا قانون الصحه العامه والمجلس الصحي كفيل بتحقيق ما نرغب بتحقيقه والعوده، لانه لا يجوز احتكار السلطه بيد واحده اللي هي رئيس وزراء يتحكم بكل السلطات ويصدر اوامر الدفاع بغض النظر عن قومه، وهي حاله استثنائيه، يعني حاله استثنائيه باضيق الحدود، ولا يجوز ان نتوسع في مثل هذه الامور. تفضل. طيب سيدي، يعني حكيت انت عرجت على موضوع اوامر الدفاع وموضوع قانون قوانين الدفاع، يعني ملاحظتك يعني بأي اتجاه تذهب؟ يعني هل أنت مع ولا ضد الاستمرار في قانون الدفاع بشكل واضح؟ لا أنا كنت ابتداء قبل أن يعلن قانون الدفاع كنت معارض أن يكون هناك قانون يصدر قانون أمر الدفاع، لأنه حالة استثنائية وخروج عن القوانين والصلاحيات وتعطي، يعني كيف بدي أنا أدعو لقانون دفاع يعطل القوانين، يوقف العمل بالقوانين؟ لا يمكن. ولذلك ما دام عادت الحياة، وأنا ناديت تحت القبة وبرسائل أن تستعملوا قانون الصحة العامة ومجلس القضاء فهو كفيل، بينما ضربت مثال أيضا قلت أن قانون الدفاع، صدور قانون الدفاع وأوامر الدفاع ترتب المساءلة عندما يصدر رئيس الوزراء هو المعني حصرا أمر دفاع، فيحق لأي مواطن تضرر أن يطعن لدى المحكمة الإدارية في هذا القرار، وأيضا يجوز لكل مواطن لحق ضرر نتيجة أمر الدفاع أن يلجأ إلى المحكمة البداية للطعن ويطالب العطل والضرر بهذا الأمر. يعني بدي أضرب لك مثال، القطاع الاقتصادي سكر التجاري، سكر أربعة، يعني كان محظور عليه استمرار في العمل لمدة 3 شهور. طب هذا تضرر، معناته هل النقاش صاير بين المالك والمستاجر يدفع ولا يدفع؟ ما عالجها أمر الدفاع، وبالتالي نقع في إشكالات مستقبلية، إنه ناس يطعنوا لمطالب التعويض من الحكومة، وأشخاص آخرين يطعنوا فيما يتعلق بالعطل والضرر اللي أصابهم، وناس يطعنوا المتعطلين على العمل، العمال المياومة اللي ما كانوا يعملوا، وفي ناس كانوا بالغربة في ديار الغربة ما استطاعوش أن يصلوا إلى الأمر، ولحقهم الضرر والحيف، وهؤلاء من واجبهم من ناحية دستورية، الدستور يوجب على الدولة أن تؤمن عودة أبنائنا، لأنه هذا نص دستوري، وأن تضع كل ما يمكن العمل للوقاية من أي مسألة يمكن معالجتها. وإحنا قادرين في الأردن الحمد لله بخبرتنا سيطرنا ونسيطر على أي وضع قادم. الآن استبدال الحجر بأساور كذا، هذا جانب يعني خطوة إيجابية بالطريق الصحيح. نأتي بأبنائنا الآن، بدينا يعني يعودوا من كل دول أوروبا ومن العالم العربي، هذه إيجابية، ونأخذ الإجراءات. ولذلك أنا باعتقادي أن الحكومة يعني لا تضغط على الشعب كثير، لأنه لم يعد الشعب يطيق، لأنه الفقر والجوع والحرمان، وكان يتوجب من صندوق همة وطن أن يركز على تقديم مساعدات للأفراد وللعاملين وللقطاعات الاقتصادية التي تضرر، يعني قطاع المحامين تضرر كبيرا، قطاع الغرف الصناعة وغرف التجارة، كل هذه الأمور تعطل، حتى المساجد أغلقت. فبالتالي إحنا اليوم يعني إن شاء الله يزول هذا الوباء، لأن الوباء يا سيدي يترتب عليه مسائل كثيرة. يعني أنا اليوم أعلنت عبر وسائل الإعلام إنه لن تتحمل لجنة الأوبئة إجراء، مثلا على سبيل المثال، إجراء الانتخابات، لأنه الانتخابات بدها جو مريح، بدها ظرف صحي إيجابي، بدها جو سياسي أيضا. أنت بتعرف إذا لم تتوفر الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأوبئة في ظرف زي هيك، معناته كل اللي عملناه إحنا بنشطبه بيوم وبلحظة ونعود إلى الصفر. وبالتالي المواجهة اليوم نحتاج إلى وجود كل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، اليوم على سبيل المثال، فلذلك تواجد السلطات والتعاون والتنسيق بين السلطات هو المطلوب. أكيد. وما صرح به الملك. نعم. نعم. سعادتك، يعني البعض يقول إنه لولا تطبيق أو لولا فرض أمر الدفاع ما كانت الناس التزمت، أو ما كانت القطاعات التزمت، وكنا رحنا في اتجاه آخر. لا يا سيدي، ما هو قانون الصحة العامة بيعالج هذه المسألة.
يعالج هذه المسألة ويناقشها دون أن تتحمل الحكومة أو الدولة الأردنية أي نفقات، لأن أسباب الوقاية الصحية مطلوبة ونعالجها، لكن للأسف ما قرأوا قانون الصحة العامة ولم يطلعوا عليه، ما قرأوا. بعدين مواطننا محترم ملتزم، يعني الحالات اللي صارت حالات استثنائية، يعني لا يقاس عليها، الحالات الخلل اللي صار هي حالات استثنائية والاستثناء لا يقاس عليه، ونستطيع أن نتخذ الإجراءات بالقانون، بالقانون سواء قانون الصحة أو بالقوانين للوقاية. أما نستعمل أمر الدفاع، أوقف العمل بقانون العمل، أوقف العمل بالقوانين، كل القوانين بوقف العمل فيها، بشيل حركة البلد، بعطل عمل السلطات. القضاء يعني له شهرين ثلاثة بتنعقد جلساته إلا بشكل فردي أو استثنائي، الناس موقوفين بالاعتقالات، يعتقل أشخاص ولا يستطيع المحامي على سبيل المثال الوصول إلى المحكمة لتقديم طلب إخلاء سبيل. كم من الأشخاص الموقوفين ولم يتمكنوا من تقديم طلبات إخلاء سبيل لأنه عدم وجود المحاكم، وناس اعتقلوا، والمجلس القضائي يعني بما لهم الصلاحيات أفرج عن حوالي 11 ألف موقوف. نعم. والخطوات الإيجابية شو تقول لك، احنا نخطو خطوات إيجابية، احنا عدلنا قانون العقوبات كمجلس النواب وأقر الآن استبدالها بأنه لا يتم توقيف الشخص وإنما يوضع بيد بجسمه سوارة تراقب حركاته وسكناته دون أن يتم توقيفه، وهذه نقطة أيضا تعزيز العقوبة يسموها العقوبة المجتمعية، فهذا أيضا يعطي راحة لبعض التهم التي توجه لأشخاص ولا يستوجب حالتها يعني للتوقيف. وياما هناك موقوفين مسكين اللي انجلط في السجن واللي مات في السجن وظرف اقتصادي صعب، فكان الله بالعون، ولذلك يجب أن نلتفت لكل هذه القطاعات.